الإسلام يوحدنا، واللغة العربية يواصلنا مع بعض. بعضهم أتى من روسيا، بعضهم أتى من بريطانيا، وبعضهم أتى من مكان آخر. هذا لغة جميل، وهذا لغة جنة ولغة قرآن. أنا أريد أفهمه لأن القرآن الكريم. اللغة العربية هو كلام الله، وأنا أريد أن أفهم كلام الله بجيد وأعمل بها. لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ومفتاح سائر العلوم الإسلامية. عندما كبرت يعني بدأت أن أفكر عن مسائل يتعلق بالإسلام، يعني من أين أتينا وما وظيفتي في الدنيا وما علي بعد الموت. أريد أن تستمر بهذه البرامج لأن أنا أتعلم وأتكلم باللغة العربية بشكل جيد. هذا جميل لا ينسى، وفضل لو نسيه البشر فلن تنسى من صحائف أعمالهم.